الآن مع كلمة حركة كتاب ضد الانقلاب. طبعاً اتحاد الكتاب أصدر بيان مخزي بأيد فيه الانقلاب، لكن احنا جينا النهاردة عشان نقول لكم احنا كتاب مصر الحقيقيين الشرفاء اللي ورايا وآلاف زيهم يقولوا احنا ضد الانقلاب واحنا مع الشرعية. عملنا مؤتمر صحفي وقلنا فيه رأينا، يعني عليكم البيان اللي عملناه. ويحيى الشعب ويحيى إرادة الشعب، وإن شاء الله لن ينتهي رمضان إلا ويكون ربنا فرج هذا الكرب إن شاء الله. قدام مصر الأحرار، كلهم مع الثوار، قدام مصر الأحرار، كلهم مع الثوار. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. والآن مع بيان كتاب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان كتاب ضد الانقلاب. شباب 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 شباب، اسمع بقى لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان كتاب ضد الانقلاب. إن الكتاب والمثقفين يمثلون ضمير المجتمع، وهم خط الدفاع الأول عن الحريات وإرادة الشعوب. ولقد قاد الأدب على مسار التاريخ حركات التغيير والتحرر من كل سلطان أو هيمنة على الفكر الإنساني. ظهر ذلك جلياً في ثورة 25 من يناير، والتي جاءت استجابة لطموحات وأمال جموع الكتاب، والتي امتلأت بأشعارهم وأقوالهم جميع ميادين مصر لتلهب حماسة الشعب بأكمله. ولكن بعد أن من الله على مصر بالخلاص والتحرر، أرادت لها فئة باغية أن تعود للوراء وأن تجهد مكتسبات الثورة المجيدة. واطلاعاً بمسؤوليتنا التي يفرضها علينا انتماؤنا لهذا الوطن، فإنا نعلن مطالبنا فيما يلي: أولاً، نرفض الانقلاب العسكري وجميع الآثار المترتبة عليه. ثانياً، التأكيد على حرية التعبير عن الرأي عبر الآليات المختلفة. ثالثاً، الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الممثل الشرعي الوحيد للشعب المصري، وعودة الشرعية الدستورية التي أقرها الشعب المصري العظيم عبر 5 استفتاءات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع. رابعاً، نحمل قادة الانقلاب المسؤولية القانونية والجنائية والسياسية في سفك دماء الأبرياء من شعب مصر، ونطالبهم بحماية المتظاهرين السلميين في كل ميادين مصر. خامساً، ندعم نضال الشعب المصري من أجل استرداد حريته وكرامته التي اغتصبت أمام سمع وبصر العالم عبر انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية، وتنصيب قادة الانقلاب أنفسهم بديلاً عن إرادة الأمة. سادساً وأخيراً، نناشد ضمير العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ألا تغمض عينها عن الحقيقة وعن دماء الأبرياء المدنيين العزل التي تسيل في كافة شوارع وميادين مصر من أجل استرداد الشرعية ودعم الديمقراطية التي يتغنى بها العالم المتمدن الحر. الله أكبر،
ولله الحمد توقيع جبهة كتاب ضد مصر. مشوار ثوار أحرار هنكمل المشوار. لون أيامك، لون أيامك صدق وحق، وقول اللأ بأعلى الصوت. ما هو مهما طال العمر هيجي اليوم وتموت، موت وانت شريف أجمل تعريف. وإن كنت ضعيف بالحق هتقوى وتعلى وتقدر في الصخر تفوت. لون أيامك صدق وحق وقول اللأ بأعلى الصوت. سألوني كتير عن بلدي، سألوني كتير عن بلدي، وقلت لهم يا دوب حكايات. بلادي مهد للثورات، عروسة للزمن شابة، مصاحبة بهجة الأوقات. ويوم ما تشب تدب الأرض تتدور وتتغير ملامح عزة الأغوات. ويوم ما تنام، ويوم ما تنام ينام الكل وتضلم بلاد الشرق. أقول الحق هناك في فرق بين بلدي وبين الكل، عشان لو حل يوم بيها صداع يختل عقل الكل حواليها. بلادي واسمها معروف، ونهر النيل بيفرشها عمار وكفوف، تطوف الكون وترجع وانت بيه مفتون. حنون الجو والنسمة وناس الطيبة والبسمة، ولمة صحبة وأحبة وشجر التوت، ورجالة وسقالة وشغالة بتبني بيوت. بلادي 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 بلادي. ورجالة وشغالة وسقالة بتبني بيوت. بلادي العزة والهيبة في وقت الشدة مكتوبة على جبين الولاد، قوة تهد اللي بيستقوى. بلاد العز والتقوى بإنجيلها وقرآنها بتصبر قد ما تصبر، وتقهر كل من خانها، وتقهر كل من خانها، وتعلن في الميدان وتقول لحكم الخاين، لحكم الغاصب الخاين. يا خونها يا غاصب كرسي سلطانها، يا خاين عهد أيمنها. هتعدم 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 بكرة أو بعده، ساعات عمرك هتعدم بكرة أو بعده، ساعات عمرك بيتعدوا، وشعبك مهما هتعنده في أرض بلادي والوادي يردد كلمة الملايين. تعيشي يا مصر، تعيشي يا مصر، تعيشي يا مصر، تعيشي يا مصر. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.